اراده اللعيبه. لا تعالى بص لي انا بكلمك انت بقى، ده قالوا لي ده هو كلهم قالوا لي حلقه عندك صح ولا ايه؟ الاراده عند اللعيبه كانت شيء مهم جدا جدا جدا. شفت الماتشات دي من بره ازاي واللعيبه بتلعب وهي متحامله على نفسها؟ صعب السؤال. احنا متعودين على كده. تمام. يعني مش اول مره تحصل في لعيبه النادي الاهلي او في النادي الاهلي. احنا طول عمرنا بنحب الضغط وبنلعب، يعني اللعيبه كلها عندها روح. يعني مش يعني مش ظرف كده ان احنا اللعيبه بتطلع اللي عندها وخلاص، لا. لعيبه النادي الاهلي متعوده على كده. انا جيت الاهلي اتعودت على كده. انا العب تحت الضغط، بلعب واطلع اللي عندي، انسى يعني مثلا كان عندي اصابه الدكتور اللي رايح، لا اربط وانزل اعمل اي حاجه، المفروض ان انا اكون موجود معاهم يعني. هي اللعيبه كلها كده، النادي الاهلي علمنا على كده يعني، والحمد لله يعني ان احنا كسبنا البطوله يعني. طب زي ما